حركة إسقانونية، ويجب أن لا تتهرب من طاولة المفاوضات، لأن الأطراف الهاربة يعني هذه الدعوة الإيرانية. عفوا سيد أخوندزاده، فيما يتعلق بهذه الدعوة الإيرانية جاء على لسان السيد لاريجاني يقول بأن إيران مستعدة للحوار مع مجموعة 5+1. الآن أنا أسمع منك ودائما هناك تكرار بأن إيران مستعدة للجلوس على طاولة مفاوضات مع 5+1. توجد شروط إيرانية واضحة المعالم في هذه المفاوضات، أم أن المفاوضات يجب أن تبدأ من النقطة التي انتهت إليها؟ نعم. طبعا أولئك الذين هم على بينة من ثقافة وحضارة هذا البلد يعرفون جيدا أن الشعب الإيراني هو أهل المعطات وأهل الحوار، وهذا يضرب جذوره في تاريخ إيران الممتد إلى 6000 سنة، وإيران تعارض استخدام القوة والعنف والتهديد والتوتر في العلاقات الدولية. وأنا أعتقد أن هذا الأسلوب والمسار الذي بدأ أو انطلق من فيينا قد توقف بسرعة طبعا آنذاك، والسبب هو أن الأطراف التي كان عليها أن تأتي وتتحاور في ظروف متكافئة وفي مناخ بعيد عن الحقد والضغينة، بعض هذه الدول لم تتقيد بهذه المبادئ، وهذا تسبب في بتناقضات لها نفسها. وإن الدعوة الإيرانية إلى هذه الدول للتفاوض خاصة فيما يتعلق بمبادلة الوقود، أعتقد أن هذه الدعوة هي فرصة ثمينة تضعها إيران تحت تصرف تلك الدول. وكما تتذكر أنه عندما كانت تلك المحادثات قد واجهت تأخيرا، فإن وزراء خارجية بعض الدول نقلوا رسائل إلى إيران وطلبوا من إيران ولمدة يومين شهرين ألا تعمل إيران في التخصيب بنسبة 20%، ولكن بعض الدول الغربية وللأسف وبسبب انطباعاتها الخاطئة عن حقيقة الشعب الإيراني وتصوراتها الخاطئة لهذا الحراك العظيم الذي بدأ في إيران منذ انتصار الثورة، أنهم يتصورون أن إيران تبالغ وتريد أن تشتري الوقت وتسوف. ولهذا نلاحظ أن الدعاية الغربية تقول أن إيران تستفيد من تكتيكات تأخيرية حتى تتماطل وتسوف، ولكن وكما تلاحظ أنا أتحدث هنا بصراحة وبشفافية، وفي حين أن مسؤولين على أعلى المستويات في البلاد يعلنون بأننا على استعداد لهذه المفاوضات ولتبادل الوقود ويتهرب الجانب المقابل، فهذا ويوجه اتهامات، فهذا دليل على أن اتهاماته غير صحيحة. على سبيل المثال أننا يقولون أننا يجب أن نفرغ إيران من الوقود المخصص بنسبة 3.5% منها حتى لا يبقى شيء في يدها، وأعتقد هذه إهانة للشعب الإيراني أن يقول أن الإيرانيين يريدون أن يصنعوا القنبلة النووية. من الذي يتهمنا؟ الذين يتهمنا هم الذين يحتفظون برؤوس نووية في ترسانتهم واستخدموا هذا السلاح النووي ويمتلكون الآلاف من هذه الأسلحة. لذلك أن الدخول في مناخ التفاوض ربما لا يساعد هؤلاء على التمادي في هذا المشروع، في حين نحن أهل المنطق والحوار، وطبعا في إطار ما نحن ملتزمون به أي معاهدة حظر الانتشار النووي. نعم سيد أخوندزاده، يعني أعود إلى المؤتمر حضرته 60 دولة بين وزير خارجية وبين خبراء من هذه الدول، هناك بعض التوصيات وهناك أيضا بعض الدعوات، على سبيل المثال هيئة مستقلة للتخطيط والإشراف على نزع الأسلحة النووية وأخرى لمراجعة معاهدة الحد من الانتشار النووي، ويبدو أنه بشكل أو بآخر كانت هناك دعوة بأن تستبعد الولايات المتحدة الأمريكية من مثل هذه اللجان. أيضا هناك نقد لامتلاك الكيان الإسرائيلي للسلاح النووي.
وزير الخارجية الإيراني هنا نقطة يقول بأن نزع السلاح النووي أو الخطوة الأولى لبدء نزع لنزع السلاح النووي قد بدأت هذه الخطوة، وهناك مؤتمر سيعقد في العاصمة الإيرانية طهران في إبريل من عام 2011. السؤال، بعض التوصيات التي خرجت أو بعض الدعوات ألا تلاحظ أنها بشكل أو بآخر، هل مدى الإجماع العالمي، مدى إمكانية تحققها على أرض الواقع، القضايا التي كان هناك إجماع حولها، القضايا التي يمكن أن تصبح واقعا على الأرض والتي ربما تحتاج إلى زمن؟ نعم سيد أخوذ. أريد هنا أن أتحدث حول موضوع مهم على ضوء تجاربي على مدى 3 عقود وتواجدي في دول مختلفة، دول آسيوية وأوروبية. أريد هنا أن أقول أن العالم يشهد حاليا تحولات جديدة، فبعد انهيار الاتحاد السوفيتي السابق كانت هناك جهود لكي يتسلط الأمريكيون ويسيطروا على العالم ويهيمنوا، خاصة عبر استخدام أو الاستفادة من القوة والعنف. حتى في عهد بطرس غالي عندما كان الأمين العام للأمم المتحدة وكان من أنصار هذه النظرية، وكان يطالب بوضع أو تشريع قوانين جديدة وإعادة النظر في ميثاق الأمم المتحدة، لأنه لم يعد يغطي أو يستجب، لأنه من نتاج الحرب العالمية.